مين افضل باك ليفت في تاريخ الكوره المصريه لو خرجنا الكابتن ربيع ياسين من المعادله عشان يقدر هو يقيم ويختار مين افضل لاعب في المكان ده سواء من الاهلي من اي جيل او من خارج النادي الاهلي؟ هو طبعا في الاهلي مفيش كلام الكابتن هاني مصطفى الله يشفيه ويعافيه، كان محمد عبد الوهاب ربنا يرحمه برحمته الواسعه، سيد معوض عشان ما انساش محدش يزعلان، محمد عمارة، محمد عمارة طبعا، محمد يوسف، محمد سعد، محمد يوسف صراحه، محمد عمارة ضحيتك، جيلبرتو. ايه رايك في جيلبرتو؟ الناس بتشوف انه من انجح الصفقات رغم انه ما كانش متوقع ان النجوميه دي كلها يحققها لانه مش جاي في مركز قريب من المرمى، لكن فاجئ الناس انه بقى من النجوم المحببه لجمهور الاهلي وكان اداؤه ممتع كان. كان لعيب هادي جدا وثقته في نفسه كبيره جدا، وبعدين جه في عصر ووقت كان كل اهلي نجوم، فالمساعده هنا برضه بقت سهله قوي مع مدرب عبقري. كان في الزمالك طبعا احمد رمزي، دي حقيقه يعني كان بكات كويسه المحترمه اللي بحترمها، وفي نفس الوقت كنا احنا ماشيين في المنتخب مع بعض لدرجه الكابتن جوهري استفاد من احنا الاثنين، فهو كان يميل للعيب الجوكر الكابتن جوهري الله يرحمه. فوظفنا وبتقدروا كنت حضرتك والكابتن احمد رمزي بتقدروا تقوموا بالدور، وظفنا في كاس العالم انا مساك وهو باك ليفت واستجبت ولعبت، المهم مصلحه الفريق واستفاد الكابتن رجع هو بيميل دايما للعيب اللي لعب في اكتر من مكان، فوظفنا قلت له اوكي مفيش مشكله. وكان يميل اعتقد كمان الكابتن جوهري مش عايز يخسر لا خبره كابتن رمزي ولا كابتن ربيع لانهم عندهم خبرات احتكاك ماتشات مهمه كتير مظبوط سواء محلي او دولي مظبوط.